ما هي الاستقالة؟ سنتطرق في هذا الدرس إلى مفهوم الاستقالة، إلى شروط الاستقالة، إلى آثار الاستقالة. فما هي الاستقالة؟ المقصود بالاستقالة هي تعبير عن رغبة في ترك الوظيفة بإرادة وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقرر قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة. شروط الاستقالة: من شروط الاستقالة تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري، يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا. الشرط الثاني: قبولها من طرف السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب. الشرط الثالث: للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. الشرط الرابع: ينبغي على المعني بالأمر أن لا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل، وإلا اعتبر تاركا للوظيفة. تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 المقرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. والشرط الخامس: لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي. شرط سادس: أنه لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية. إذن ما هي حالات تسوية، ما هي الحالات التي لا تقبل فيها استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته؟ استنافه للعمل من رخص المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل، استنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها، إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاقه. وشرط سابع من شروط الاستقالة كذلك: أنه لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة. وبعد أن تطرقنا إلى شروط الاستقالة، فما هي آثار هذه الاستقالة؟ من آثار الاستقالة أنها تؤدي إلى حذف الموظف من سلك الوظيفة التي كان ينتمي إليها، وإلى فقده صفة موظف وجميع حقوقه المترتبة عن هذه الصفة، ولا يمكن له الرجوع إلى وظيفته إلا بعد توظيف جديد طبقا للشروط القانونية للتوظيف. كذلك من آثار الاستقالة ثانيا أن سريان مفعول الاستقالة يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة. ومن آثار الاستقالة كذلك ثالثا أن قبول الاستقالة من طرف الإدارة هو قرار نهائي لا رجعة فيه، أي أنها غير مستدركة. ومن الآثار كذلك رابعا أن للإدارة حق متابعة الموظف المستقيل إذا ما ظهر لها من بعد استقالته أنه ارتكب خطأ مهنيا يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.